يا ابني الوده اقول له سالت الانسونات اجل اقوم مش معمولي، كل ما اقول له على حاجه اقول له حاضر بس ما حل على اجل مشان ما يقضي له مصل، يعني يرضيك ايه لما اضرب انت لما تزعل؟ هو عايز يجيب له اصحابه كل شويه يشربوا في شاي بس، والسكر غلي. يا ريت يا ريت حتى نافعنا في حاجه يا اخي. بعد طول بالك ده شاب طالع للدنيا ما تدققش معاه قهوه كده يا شيخه. شاب قطع ده شاب يا اخي بعد الشر، ما هو اما يروح عندهم برضه هم يعملوا معاه اكتر من كده، ده مش ما يطلعوه من البيت غير لما ياكلوه اصلا. ماما المهم على شويه كدابين معاهم. طب فلوس الناس اللي لما يروح عندهم؟ طب احنا على قدنا يقعد عندهم على طول، ايه اللي يجيبه منين؟ كل شويه عندنا قطع عندنا. انت ابوك عنده الفدان ده انا متاجره. يا بابا نخلص من الكبير يجي لنا الصغير لما نشوف ده عايز ايه. تعال يا اخو احمد جايب صحابه جايين الوقت. جايب صحابه جاي الوقت؟ ده جايب فرختين هو اصحابه قال جايين يعملوها هنا. طيب خليهم يجي على مهله. حاج خدي نفسك وروح على البيت وسيبي لي الطلعه دي، شوف انا اعمل لهم ايه اللي خربوا بيتنا اللي جايين دول. جايبين فرختين وما يقولوا عاملين حسابك معاهم جاي. ما باين عليهم عيال غلبانه والله. انا كنت واخد فيهم مقلب وحش فكرتهم عيال وحش. خليك يا حاج، المهم انا بحب يا حبيبي. الله ده انا ناسي نفسي اني دواتي. امشي يا دميان يا امشي يا بص لما عرف اني فيها فراخ اخ عليك راجي. انت بتعبط نجوه والله العظيم. غور يا اخي